Hello, dear students. Today, inshallah, we are going to start Unit 4, Classification of Living Organisms. First, we have to know what's the meaning of classification. Why do we need to classify the living organism? ليه احنا عايزين نعمل classification لliving organism؟ Suppose مثلا يا جماعة ان انتوا جايين عايزين تذاكروا خلاص؟ والمكتب بتاعكم ملخبط على بعض كل الكتب بتاعت الانجليش على الماث على العربي على البيولوجي على الكيمستري على الفيزيكس كلها ميكست توجذر. طيب لو حبينا نطلع اي كتاب منها it will be very difficult to get the book that you need. فلازم عشان كده نبتدي نعمل لها ايه؟ نبتدي نعمل لها classification، نحط البوكس اللي related للانجليش لوحدها والماث لوحدها والعربي لوحدها in order to be able to study. فهنا we need to classify living organisms in order to facilitate their study. Okay? يبقى why do we need to classify the living organisms in order to facilitate their study? طيب هو يعني ايه classification اصلا؟ What's the meaning of classification؟ زي ما عملنا كده في البوكس بتاعتنا قبل ما نذاكر ان احنا حطينا كل الكتب بتاعت كل subject لوحدها ده اللي احنا بنعمله في الكلاسيفيكيشن بتاعت الليفينج اورجانيزم. بنعمل arrangement للليفينج اورجانيزم in groups according to the similarities and the differences among them. نشوف السيميلر ليفينج اورجانيزم اللي زي بعض بنحطهم مع بعض في groups والديفرنت بنحطهم في groups تانية. بالظبط زي ما قلنا لما نبقى عايزين نعمل arrangement للكتب بتاعتنا بنعمل لهم separation according to subjects علشان يبقى بالنسبة لنا الموضوع سهل إن إحنا نطلع أي كتاب إحنا عايزينه. طيب taxonomy. Term taxonomy ده معناه ده science that deals with the classification of the living organism. معنى كلمة taxonomy معناها classification of the living organism. It's the science that concerns with the classification of the living organism in groups on scientific basis. طبعا احنا لما بنعمل classification للliving organism بيكون في عندنا scientific basis على اساسها هي اللي بنعمل الclassification ده. ايه الimportance بتاعت الclassification؟ احنا already قلناها. الimportance بتاعت الclassification اول حاجة to facilitate studying and identifying the living organism. تاني حاجة facilitate identifying new living organism and adding them to their groups. Suppose مثلا ان احنا دلوقتي في الايام دي لقينا living organism ما كناش شفناه قبل كده وما كناش عارفينه فمن البروبرتيز بتاعته نقدر ان احنا نحطه في الكلاس او الجروب اللي اوريدي احنا عاملينه اللي سيميلر للبروبرتيز بتاعته دي. طيب في عندنا حاجه اسمها series of taxonomy. دلوقتي مثلا احنا لما بنيجي ندرس subject زي subject بتاعت العربي مثلا. العربي دي المين subject. لما بتيجي بتدخل جوه العربي بتلاقي فيها برانشز كتيرة زي مثلا القراءة والنصوص والنحو والبلاغة وبعد كده بتدخل بعد كده في كل فرع منهم بيتقسم لبرانشز تانية. ده بالظبط اللي بيحصل في series of taxonomy. احنا عندنا there are seven levels for classifying the living organism. اول level عندنا حاجة الkingdom دي اللي هي المين subject عندنا او المين class المين group بتاعنا. كل kingdom بتتقسم لفايلم، كل فايلم بتتقسم لحاجة اسمها class، كل class بيتقسم لأوردر، وكل أوردر بيتقسم لفاميلي، وكل فاميلي بتتقسم لجينس، وفي الآخر خالص كل جينس بيتقسم لسبيسيز أو species. هنا عندنا لو بصينا كده في الladder اللي احنا عملناه السلم اللي احنا عملناه each group comprises less number of organisms that have more similar characteristics than the group preceding it. يعني ايه الكلام ده؟ نشوف example كده مثلا احنا لو هنتكلم عندنا على kingdom animalia kingdom بتاعت الانيمالز اللي بتضم كل الانيمالز. لو نبص هنا هنلاقي انها including all the animals مفيش اي classification فيهم. يعني لو عديناهم كده نلاقيهم 1 2 3 4 5 6 7 living organisms موجودين عندنا في البيكتشر دي. طب لو جينا جوه kingdom animalia وشفنا phylum من الفايلم بتاعتها زي مثلا phylum chordata. phylum chordata دي هنعرف بعد كده ان دي living organism اللي عندها vertebral column.
لو نبص هنلاقي ان العدد بتاعهم قل لان احنا عملنا more specification، butterfly مش من ضمنهم. فهنا كان عندي 7 living organisms، هنا هيبقى عندي 1 2 3 4 5 6. طب لو جينا جوه الفايلم كورداتا نجيب الكلاس، كلاس ماميليا، كلاس ماميليا دي اللي هي الماملز اللي هي giving birth، فهنبص هنلاقي ان العدد هنا قل، اتشال منها الفيش، فهنا بقى عندنا 1 2 3 4 5. لو اخدنا بالنا ان احنا كل ما بنعمل more classification بننزل في الليفل اللي بعده عدد الليفنج اورجانيزم عندي بيقل، لان هنا بيبقى much more specific. طيب ناخد اللي بعد كلاس، عندنا الاوردر، اوردر كارنيفورا. كارنيفورا دي معناها الانيمالز اللي فيد اون ميت، فهنبص هنلاقي عددهم اقل من كلاس اللي كان موجود في كلاس ماميليا. طيب اوردر كارنيفورا بعدها في عندنا فاميلي، فاميلي فيليدا، الفيليدا دي اللي هي الكاتس. طيب هنخش في الجينس، جينس فيلس اللي هي القطط. اخر حاجه عندنا سبيسيز دوميستيكس اللي هي القطط الأليفة أو اللي احنا بنربيها في البيت. كده احنا عملنا الليفلز بتاعت التاكسونومي اللي هما السبن ليفلز بتاعتنا. طيب في عندنا السبيشيز بقى اللي هي البيلدينج يونت أو السمولست ليفل اللي موجود عندنا في السيريس اوف تاكسونومي. السبيشيز دي معناها ايه؟ دي The modern classification system depend on the definition of the species. طب هو يعني ايه species اصلا؟ Species دي معناها ايه؟ دي group of individuals بيبقى عندهم similar morphological characteristics and produce fertile offsprings if they cross together. يعني ايه الكلام ده؟ They are group of individuals having similar morphological characteristics. Morphological characteristics يعني صفات خارجية، هما من شكلهم من بره شبه بعض. And produce fertile offsprings. يعني when they mate بيدوا babies، البيبيز دول بيبقوا fertile، fertile يعني able هم كمان to reproduce ويبقوا يدوا living organisms of the same kind. طيب لقينا ان في مجموعه من الانديفيدوالز ما بنقدرش نديهم كلمه species دي عشان بيكونوا sterile، unable to mate with each other and produce new generation of the same species. فعشان كده بنقول ان هم دول مش بياخدوا term space. طيب زي ايه؟ زي مثلا حاجة عندنا زي التايجون. التايجون ده results from mating between female lion with male tiger. دول بيبقوا شبه بعض، التايجر واللاين شبه بعض، عشان كده بيقدروا يعملوا mating. انما بيدونا تايجون، التايجون ده ما نقدرش نقول عليه space لانه بيبقى sterile. sterile يعني unable to mate، ما يقدرش ان هو يتجوز يعني ويدي تايجون زيه، فما نقدرش نسمي التايجون ده ان هو سبيس. حاجة تانية عندنا الميول. الميول ده اللي هو البغل. الميول ده بيبقى result from mating between female horse with male donkey، برضو نفس الحكاية، ده بيبقى sterile unable to mate وما بيديش new generation of the same species. Naming of living organism. دلوقتي الساينتست ابتدوا ان هم يعملوا naming nomenclature للليفنج اورجانيزم دي، واول واحد ابتدى يعمل لها nomenclature وعمل سيستم للنومنكليتشر دي ساينتست اسمه كارلس لينس. كارلس لينس عمل سيستم للنومنكليتشر سماه الباينوميال nomenclature سيستم. يعني ايه باينوميال؟ باينوميال يعني ادى لكل living organism two names. طيب ايه الشروط بقى بتاعت النومنكليتشر اللي حطها كارلس لينس؟ اول حاجه ان احنا عندنا النيم از ريتن ان لاتين لانجويج، اختار اللغه اللاتيني علشان يعمل نومنكليتشر للليفنج اورجانيزم. طب ليه يا ترى اختار اللاتين لانجويج دي؟ اختار اللاتين لانجويج دي مبدئيا عشان هي فيري اولد لانجويج نوت سبجكتد تو اني تشينج. يعني ايه؟ يعني اللاتين لانجويج دي لغه قديمه جدا، مفيش حد بيستخدمها دلوقتي، فما فيش اي تغيرات دخلت عليها. يعني مثلا لو بصينا للغه زي الانجليش لانجويج مثلا، هنلاقي في كلمات كتير بيبقى ليها اكتر من معنى. زي مثلا كلمه بوك، بوك ممكن يبقى معناها ذا بوك ذات وي ريد، اور مثلا
book a ticket. فدي كده بقى ليها اكتر من معنى، انما اللاتين لانجوج كل كلمه ملهاش غير معنى واحد. الشرط الثاني عندنا ان النيم is written with italic letters. italic letters دي اللي هي letters اللي بتبقى مايله على جنب كده، دي بنسميها italic letters، او بنكتبها بالطريقه العاديه بس بتبقى underlined، وهنشوف example ليها دلوقتي. ثالث شرط عندنا each living organism given a binomial name. زي ما قلنا binomial name يعني two names. طب two names دول represent ايه؟ اول name بيكون represent الجينس، و it must start with a capital letter. السكند name represent ال species بتاعته and it begins with a small letter. طيب example على كده زي ايه مثلا؟ عندنا scientific name بتاع الكات is Felis domesticus. زي ما انتم شايفين كده هي مكتوبة بالإيتاليك letters، يعني مايلة على جنب مش زي الكلمات دي مثلا، أو نكتبها بالطريقة دي، نكتبها عادي Felis domesticus بس نعمل تحتها خط. فهنا عندنا Felis دي هي الجينس مكتوبة بالكابيتال letter، ودوميستيكس دي هي السبيشيز بتاعتها مكتوبة بالسمول letter. جينس Felis، Felis ده اللي هو الجينس، Felis معناها cat in Latin language، domesticus اللي هي السبيش معناها domestic في اللاتين لانجوج برضه. طب لو جالنا سؤال زي ده بيقول لنا choose the correct answer، the scientific name of the human is what، ومديني التشويسز دي، يا ترى انا هختار مين؟ according to Carlos Linnaeus احنا قلنا ان لازم الاسم يبقى عباره عن two names باللاتين لانجوج، ال first represent the genus والسكند represent the species، بس الجينس لازم يبقى start with capital letter والspecies start with small letter. فاحنا لو بصينا هنا هنلاقي number C هي الكوريكت answer. هنا ليه ما اخترناش A؟ علشان هنا هي كلها مكتوبة بالcapital letters. B مديني هنا الجينس مكتوب بالsmall letter. هنا في D عامل الجينس كلها capital letter واحنا عايزين الfirst letter بس هي اللي تبقى capital letter. طيب another question بيقول لنا if you know that the species name of bolty fish is nilotica so the scientific name of the fish is what. طيب انا هعرف منين؟ هو ما ادانيش غير ال species بس. احنا عارفين ان ال species بيجي السكند نيم، فندور على nilotica هنا في choices بتاعتنا في السكند نيم. هنبص هنلاقي انها موجودة عندنا في نمبر A ونمبر B. طيب يا ترى انا هختار A ولا هختار B؟ هنا هختار A عشان هنا مكتوب الجينس start with capital letter والspecies start with small letter، انما B هنا معمولة الاثنين بالcapital letter، فهنا الcorrect choice عندنا هيبقى نمبر A. دايكوتوميس كي، دايكوتوميس كي دي برضو طريقة تانية علشان نعمل identification للليفنج اورجانيزم. It is a series of characteristics that are ordered in pairs. دي مجموعة من الكاركترز احنا بنرتبها in pairs. ازاي الكلام ده؟ It helps the biologist in identifying the unknown living organism. طيب نشوف عليها example. لو مثلا احنا بنتكلم على الانسكتس، احنا عندنا الانسكتس قسمناهم اهو لأوردر of pairs wingless winged. لو wingless يبقى عندنا living organism ده ما عندناش غير الانت. طب لو winged عندها wings يعني. طيب قسمناها برضو وعملنا لها order in pairs. One pair of wings أو two pairs of wings. طب لو one pair of wings عندنا برضو order of pairs أهو قسمناها لحاجتين كمان. يا إما legs تبقى shorter than the body ساعتها دي هتبقى الفلاي، يا إما legs longer than the body وساعتها دي هتبقى الموسكيتو. طب لو two pairs of wings، في عندنا wings covered with bright scales زي البترفلاي، أو transparent wings زي الدراجونفلاي. ده معنى كلمة dichotomous key، إن إحنا بنعمل arrangement للcharacteristics in pairs عشان نقدر نعمل identification للliving organism.
طب لو جالنا سؤال زي ده choose the correct answer depending on the following dichotomy scheme. الانيمال اللي احنا عايزين نعمل له identification قسمناه اهو عملنا له characters in pairs with segmented body او with unsegmented body. segmented body يعني البادي بتاعه متقسم لسيجمنتس مجموعات parts. طيب لو هو segmented body هيكون عنده 3 pairs of jointed legs ولا 4 pairs of jointed legs. لو with unsegmented body نشوف فيه presence of tail ولا absence of tail. ومدينا الفيجر ده وعايزنا نعمل له identification. يا ترى الانيمال ده is classified as it is what? number 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. طيب نبص عندنا للفيجر ده scorpion. نبص هو البادي بتاعه segmented ولا unsegmented؟ لا هو البادي بتاعه segmented متقسم لبارتس. طب يا ترى هو عنده 3 pairs of jointed legs ولا 4 pairs؟ هنا عندنا السكوربيون بيبقى عنده 4 pairs of jointed legs اهي 1 2 3 4. فهنا هيبقى عندنا التشويس بتاعنا ان ده هيبقى نمبر 2. نيجي عندنا للاتمبتس اوف كلاسيفاينج ذا ليفينج اورجانيزم. ايه الاتمبتس المحاولات اللي الساينتست عملوها عشان يقدروا يعملوا كلاسيفيكيشن للليفينج اورجانيزم؟ هم كانوا 3 attempts، ثلاث محاولات. اول واحده كانت ميد باي ارسطوتل اللي هو ارسطو. السكند باي كارلس لينس اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه اللي عمل لنا النومنكلتشر بتاعت الليفينج اورجانيزم. واخر واحد عندنا روبرت وايت تيكر ده اللي عمل المودرن كلاسيفيكيشن اللي احنا بنستخدمها لغايه دلوقتي. طيب يا ترى ارسطوتل عمل كلاسيفيكيشن للليفينج اورجانيزم ازاي؟ He was the first to classify the living organism. طبعا ما كانش عنده كل المعلومات اللي احنا نعرفها دلوقتي عن الليفينج اورجانيزم، فعمل simple classification للليفينج اورجانيزم. قال ان الليفينج اورجانيزم دي classified into two types animals and plants. وعمل simple classification للانيمالز، قال ان الانيمالز فيها الريد بلودد انيمالز والبلودلس انيمالز. البلانتس برضو نفس الحكايه عمل لها simple classification، قال إن البلانتس عبارة عن trees, shrubs, and weeds. طيب بالنسبة لكارلس لينس، كارلس لينس قسم الليفينج اورجانيزم عمل لها traditional classification بس قسمهم لتو kingdoms بس. kingdom animal kingdom and plant kingdom. عندنا روبرت وايت تيكر بقى ده اللي عمل المودرن كلاسيفيكيشن بتاعت الليفينج اورجانيزم وقال ان الليفينج اورجانيزم ار كلاسيفايد انتو 5 كينجدمز. مين الكينجدمز دي بقى؟ عندنا اول كينجدم كينجدم مونيرا. كينجدم مونيرا دي اللي هي مملكه البدائيات. تاني حاجه عندنا كينجدم بروتيستا. كينجدم فانجاي اللي هي الفطريات. وفي عندنا كينجدم انيماليا وكينجدم بلانتا. ودي الفايف كينجدمز اللي احنا هنتكلم عليهم ان شاء الله في الدروس اللي جايه. في النكست لسن ان شاء الله هنبتدي with كينجدم مونيرا اند كينجدم بروتيستا. كده يا جماعه احنا خلصنا تشابتر 1 في يونت 4. نكست تايم ان شاء الله هنشوف مع بعض تشابتر 2 لسن 1 كينجدم مونيرا اند كينجدم بروتيستا. Thank you. وأتمنى يكون الشرح ده يعني واضح وإن شاء الله يكون سهل عليكم. Have a nice day.